في نوع من العلاقات بين الكائنات الحية اسمه تبادل النفع، والمقصود بالكائنات الحية هي أي كائن حي على وجه الأرض، مش بس البني آدمين أو الحيوانات أو غيرهم. العلاقة دي هي عبارة عن إن أنا ككائن لو عندي حاجة أقدر أفيدك بيها فأديها لك، في المقابل أنت لو عندك حاجة مفيدة تديها لي عشان أنا أستفيد بيها. لو بصينا في حياتنا هنلاقي إن التبادل النفع ده موجود في كل حاجة تقريبا في حياتنا. علشان الناس تحترمك وعلشان تبقى شخص محترم لازم انت كمان تحترم الناس. علشان الناس تعاملك بتواضع وما تلاقيش حد يتكبر عليك يبقى لازم انت كمان ما تتكبرش على حد. علشان تلاقي خير في حياتك في دنيتك واخرتك يبقى انت كمان لازم تزرع خير وتعمل خير للناس. السؤال بقى، هو انت عندك استعداد تعمل خير ولا ما عندكش؟ في حاجة في اللغة الإنجليزية اسمها هوموفونز. هوموفونز معناها كلمات البرونسيشن أو نطق بتاعها زي بعض بالظبط، لكن السبيلنج بتاعهم مختلف وكمان المعنى بتاعهم مختلف، زي الكلمتين اللي معانا النهاردة، وهم كلمة دي والكلمة دي. الكلمتين دول نطقهم هو aunt، بس الأولانية معناها خالة أو عمة، my aunt يعني خالتي أو عمتي، أما التانية معناها نملة. شفت نملة عاملة، يبقى الأولانية خالة أو عمة والتانية نملة. مين بقى شطور هيجيب لي كلمتين هوموفونز ليهم نفس النطق بس كل واحدة فيهم سبيلنج مختلف ومعنى مختلف؟ واللي في التعليقات. من ساعة ما بدأت أدخل على التيك توك، وأنا بقاليش كتير بدخل على التيك توك بقالي فترة قريبة، بدأت ألاحظ ظاهرة عجيبة جدا. احنا كنا زمان نعرف ان اللي بيتريق على البنات اللي بيدخلوا يعروا جسمهم ويرقصوا ويغنوا ويضحكوا دول هم الولاد. تلاقي ولد جايب بنت بترقص او بنت بتعمل مثلا رياكت على اغنيه معينه وهو يعمل عليها رياكت ويتريق عليها ويقول بص بتعمل ايه بتعمل ايه. لكن العجيب بقى ان احنا دلوقتي بقينا نشوف ان بنات بيعملوا كده، بنات بيطلعوا يتريقوا على بنات تانيين. هو ايه؟ هو في ايه؟ هو الموضوع قلب معاكوا ليه؟ ايه اللي حصل؟